أهلا أستاذ عبد الكريم. أهلا أبا جميل، أنت كيفكم يا عم؟ أهلا بخير. ولست أدري حتى اللحظة أنا أكتب الشعر وهو يغنيني أم العكس. هلا أنت ما تعرضت لضجيج قوي كتير؟ أسمعينا. على فكرة ما معي خبر بهالشي هذا كله. سبحان الله، قد منك تكتب شعر وهيك. بس أنا ما بفهم شو بتكتبه. شعري أنا بوصل للعلم. نحن انتهينا، شو عنا؟ ما عنا فيه. بس لقوا لك تقليدي شارو؟ عمره 82 سنة، ما بقى قرر يغير. 52 سنة ما كنت معي، كان ماشي حولي، فما في داعي هلا تيجي تزرعيني من تاني وجديد.